لا يخفى على أحد أن العلاقات الفرنسية التركية ليست على ما يرام، بدءا من الاستفزازات التركية شرقي المتوسط وصولا إلى العمليات الإرهابية المتصاعدة في فرنسا والتي زادت من حدة التوتر بين البلدين. فقد حملت باريس أنقرة مسؤولية تزايد الخطاب المتطرف في الداخل الفرنسي. اعتبرت أطراف فرنسية خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد باريس بمثابة دعوة للإرهاب. من جهتها أغلقت السلطات الفرنسية مؤسسات عدة تابعة لتركيا متهمة بدعمها للتطرف، فهل هي مقدمة أزمة جديدة تضاف بين البلدين؟ هل يتكرر هجوم كاتدرائية نوتردام في نيس؟ وهل ينتظر وقوع هجمات مماثلة؟ الإجابة الفرنسية الرسمية لم تقل أن شيئا من هذا القبيل قد لا يحدث، فقد راح وزير الداخلية الفرنسي إلى توقع حدوث مزيد من الهجمات داخل الأراضي الفرنسية، وحاول المسؤول الفرنسي توضيح القضية وشرح أبعادها. فرنسا ليست في حرب ضد دين، بل هي تواجه ما وصفه بالإيديولوجيا المتطرفة. لسنا في حالة حرب ضد دين، ولكننا نحارب أيديولوجية تريد أن تفرض قوانينها الثقافية على أسلوب حياتنا، وتفرض طريقتها في التلاعب على العواطف وتوظفها في أعمال إرهابية. الحادثة التي أرخت بشبح الخوف على أوروبا عامة وفرنسا خاصة أمر دفع بالسلطات الفرنسية إلى نشر المزيد من القوات لتأمين المواقع الحيوية، كما وضعت الشرطة الفرنسية في إطار التحقيقات مشتبها به جديدا رهن الاحتجاز، أجرت اتصالا بمنفذ الهجوم قبل ليلة من تنفيذه. والأمر لن يبقى عند ذلك الحد، فقد تم ترحيل 14 أجنبيا تقول باريس إنهم متطرفون خلال الأسابيع الأربعة الماضية، ويرتقب أيضا إجراء عمليات ترحيل إضافية خلال الأيام المقبلة. الوزير الفرنسي حمل تركيا المسؤولية عن خطاب التحريض على الكراهية واستهداف فرنسا. نحن مستهدفون بشكل خاص في الوقت الحالي بخطاب الكراهية من قبل قادة دول أجنبية، خصوصا التصريحات غير المقبولة للرئيس أردوغان وبعض المسؤولين الأتراك. وزير الداخلية الفرنسي اعتبر أن ما يحدث في فرنسا الآن يأتي نتيجة خوضها حربا ضد عدو في الداخل وآخر في الخارج، بحسب وصف الوزير الفرنسي. إذن حول هذا الموضوع معنا من باريس الباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية سيد دومينيك ترانكون، ومن اسطنبول الكاتب والباحث السياسي طه عودة أغلو، ومن برلين ينضم إلينا الخبير في التحقيقات الجنائية ومكافحة الإرهاب دكتور مصطفى العمار. أهلا وسهلا بكم جميعا إلى هذا الحوار في رادار. أبدأ بضيفي من باريس، يعني كون الأحداث كلها تدور هناك الآن. سيد دومينيك، يعني بينما هناك مشكلة حقيقية تواجهها فرنسا اليوم الخاصة بربما يراها البعض أنها عادت إلى دوامة الإرهاب مرة أخرى، ونجد أنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصعد من لهجته تجاه فرنسا بل ويهين رئيسها إيمانويل ماكرون، برأيك ما هي الدوافع التركية؟ ما الذي تستفيده تركيا من ذلك؟ أنت محق بالإشارة إلى أن هناك مشكلة في فرنسا ليس مع الإسلام وإنما مع الإسلام المتطرف سواء في فرنسا أو في خارجه. وبالنسبة لسؤالكم عن رجب طيب أردوغان، العلاقة سهلة. أردوغان له مصاعب جمة في تركيا، هو خسر أنقرة وإسطنبول في الانتخابات البلدية، وهناك انتخابات مقبلة قادمة، الليرة التركية في انهيار، الاقتصاد سيء، لذلك هو يحتاج إلى ضخ طاقة جديدة لدى ناخبيه من خلال افتعال مشاكل في الخارج، وخصوصا جلب ذلك الطيف الشعبوي في تركيا. لذلك هو يتدخل في ليبيا وأذربيجان، وأيضا هو يثير هذه القلاقل في الدول الأوروبية في فرنسا، والآن هو يتحدث
يتحدث إلى ناخبيه في أوروبا، ونحن رأينا تلك الاحتجاجات في فرنسا. هناك الأتراك أو ذوي الأصول التركية الذين عادوا إلى الاحتجاج، وهم يناهضون الأرمينيين في فرنسا أو ذوي الأصول الأرمينية في فرنسا، لذلك هو يجيش هذا النفس الشعبوي التركي. وبطبيعة الحال نعرف أنه على الصعيد الانتخابي الأتراك الذين يعيشون خارج تركيا هم يدعمون أردوغان في غالبيتهم، ولذلك هو يعبئهم ويجيشهم، وهذا لا تقبله فرنسا. طيب إذن أتحول إلى ضيفي من اسطنبول سيد طه عودة، ضيفي من باريس سمى الأمور بمسمياتها وقال صراحة إنه دوافع أردوغان في التصعيد والشحن ضد السياسات الفرنسية الأخيرة تجاه التطرف في فرنسا والذي نتج عنه حوادث إرهابية كان آخرها بالأمس حادث كاتدرائية نوتردام في نيس، الدوافع هي دوافع وحسابات انتخابية بحتة وحسابات سياسية، ما رأيك؟ في البداية مساء الخير لك وضيفك الكرام السادة المشاهدين. أنا أختلف مع ضيفك تماما وأقول العكس تماما، بأن بعد خسارة الرئيس ماكرون في الانتخابات البلدية لاحظنا أن الخطاب تحول تماما وهو مهاجمة الأقلية المسلمة وخاصة توجهه إلى اليمين المتطرف، وخاصة هو يعي تماما بعد فشله في محاصرة كورونا خلال الأشهر الأخيرة الماضية، وأيضا خسارة على الصعيد الإقليمي في ليبيا وأيضا في شرق المتوسط. كل هذه الأمور هي لاحظنا هناك انخفاض في شعبية الرئيس ماكرون منذ فترة، دائما هو الخطاب هو ضد الإسلام. اليوم لاحظنا هناك لغة أو تصريح مختلف من وزير الداخلية عندما قال بأن هو الحرب ليس ضد الإسلام أو الدين الإسلامي، هي ضد الأيديولوجية. نعم، لذا أعتقد أن العكس تماما كما ذكرت لك، أن هو حاليا هو في ورطة كبيرة، وهذه الورطة هي ليس داخلية فقط ولكن خارجية. لذا أعتقد أن كل ما حصل وما تصريحات يدلي بها هي تأتي في إطار هناك انخفاض شعبيته. أيضا كان هناك تصريحات كما تتذكرين قبل أيام بعد أن وجد نفسه محصورا، تحدث عن انخفاض شعبية ماكرون سيد عودة ليس كذلك سيد طه؟ نعم، ولكن نعم. هل هذه هي مشكلة الآن أم مشكلة غرق فرنسا في الإرهاب؟ يعني أيهما أولى أصلا بالتركيز؟ يعني هل ترى أنه دوافع ماكرون هي دوافع انتخابية بينما البلاد تغرق في دوامة إرهاب؟ يا سيدتي، موضوع الإرهاب يعني حاليا إذا تابعت خلال التصريحات الأخيرة الماضية، أيضا تأتي تصريحات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية المرشح الأمريكي بايدن يقول بأن سوف تكون مشكلتي أو مواجهتي مع الإرهاب الإسلامي. أعتقد أن هي اللغة كلها هناك تصريحات متطابقة، وأن إلصاق التهم على الإرهابيين أو على الإسلاميين. تتذكرين انفجار باريس كان هناك توجيه التهمة لإسلامي عربي، والآن أيضا هي لآخر إسلام. وإذا الشرطة بعد التصريحات التي أدت بها وبعد التحقيقات قالت بأنه لا توجد لهم أي مرجعية إرهابية في السابق. لذا نلاحظ أن هناك من يريد أن يخرج من أزماته ويلصقها بالإسلام. هذا ما نراه هنا يعني في تركيا، وخاصة تصريحات الرئيس ماكرون. أيضا إذا تحدثت عن أن الرئيس ماكرون في عام 2016 كان تصريحات مختلفة بالنسبة للأقلية المسلمة في فرنسا نتابع في قبل سنوات، ولكن لماذا اختلفت في الوقت الحالي؟ اختلفت بسبب هناك الخسائر الداخلية والخسائر الخارجية. طيب، التي يمر بها ويعيشها داخل فرنسا. سأعود إليك طبعا. أتحول إلى ضيفي من برلين دكتور مصطفى العمار. دكتور مصطفى أرحب بك. جوزيف بوريل مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي دعا أردوغان لوقف دوام المواجهة الخطيرة كما وصفها، وهو طبعا استنكر تصريحات أردوغان التي صعد فيها من لهجته تجاه فرنسا في أزمتها الحالية مع التطرف. ألا تتحمل أوروبا مسؤولية عدم وجود أو عدم وضع خطوط فاصلة لتتحرك خلالها تركيا، أو ترك مساحة أكبر لتركيا مما ينبغي؟
مساء الخير. طبعا أنا أتفق بالبداية مع زميلي سيد دومينيك من باريس، وأيضا أنه أحب أن أنوه على سؤالك. بالعكس أنه أيضا أوروبا هي تمادت وأعطت الكثير من التساهلات إلى أنقرة. منذ أن كنت أيضا معكم خلال الفترات السابقة، خلال النقاشات، الأزمة التي حصلت في المتوسط، أزمة أيضا أنه أذربيجان و أرمينيا وإلى آخره وليبيا، كل هذه الأمور، كل هذه التحركات التي تعملها حكومة أنقرة هي تريد دائما ابتزاز واستفزاز أوروبا. لماذا لم تضع هناك حد؟ نحن نعرف أنه تركيا هي أيضا عضو في حلف الناتو، لكن ما مدى مصداقية هذا العضو وما مدى مصداقية هذا الحليف؟ نحن الآن نصطدم في شعبوية كبيرة، هذه الشعبوية أيضا تؤثر على الشارع، تؤثر على كثير من المسلمين الموجودين هنا في الاتحاد الأوروبي. هناك صحيح مسلمين متطرفين، لكن هناك أيضا مسلمين جيدين ومندمجين هنا في البلاد. أنا أضع اللوم هنا على أيضا الجمعيات الإسلامية الموجودة هنا، لكن هذه حركة إخوانشية، هذه حركة من إخوان المسلمين، حركة متطرفة بالتعاون مع بعض الدول أيضا المتطرفة إسلاميا أمثال قطر وغيرها لتأجيج الوضع هنا في أوروبا. نحن الآن أمام موجة وأمام تطرف كبير، ولا أعتقد أنه هذا التطرف سوف يهدأ في الأيام القليلة القادمة، وإنما بالعكس سوف يزيد، وأيضا سوف يزيد معه التطرف العنصري اليميني أيضا. لأن هذه التطرفات وهذه النيران أيضا سوف تزيد نيران العنصرية من اليمين المتطرف. نحن الآن ما نحتاج إليه هو إلى حوار، نحن الآن ما نحتاج إليه إلى حوار. هناك ناس أبرياء تقتل، هناك ناس أبرياء صراحة حتى لا تستطيع الذهاب إلى عملها، لأنها سوف تطرد من عملها بسبب العنصرية التي تحصل الآن في الشارع أو أيضا في الدوائر وفي بعض الشركات، ويستمر التأجيج للأسف بأشكال وصور مختلفة. طيب دعني أعود إلى ضيفي من فرنسا. يعني ردا على ما قاله سيد دومينيك، على ما قاله سيد أغلو ضيفي من اسطنبول، هو قال إنه أوروبا تتخرج من أزماتها بإلصاق التهم بالإسلام، وأنها تريد أن تلوم الإسلاميين في أي مشكلة تحصل. ما ردك على هذا الموضوع؟ ومن ناحية أخرى، قامت فرنسا بإغلاق عدد كبير من المجمعات، الجمعيات التي بتهمة ترويجها للتطرف، هي ممولة من تركيا وأيضا من قطر لا ننسى ذلك. وبالتالي ألم يحن الوقت لكي تشر فرنسا بالإصبع وتقول من يدعم التطرف في أوروبا وفي على أرضها في فرنسا؟ أنت محقة، وأود أن أعارض ما قاله ضيفكم من تركيا. الرئيس ماكرون لم يغير خطابه، فرنسا ليس لها أي مشكلة مع الإسلام، هي تعارض الإسلام المتطرف، والرئيس الفرنسي حدد هذا بشكل واضح، قال إن الإسلام السياسي المتطرف هو الذي يعد عدوا لفرنسا، لأن هذا النوع من الإسلام يريد أن يفرض أجندته، وهذه الأجندة لا علاقة لها بالقيم الفرنسية. والتمويل الآن لهذه الجماعات يأتي من قطر وتركيا بشكل خاص، لذلك هناك مشروع قانون يحضر وآمل أن يسرع من أجل استيعاب ما يحدث في فرنسا وتلبية المطالبات الخاصة بتبني الشفافية. فيما يخص ب 600 إمام، عدد كبير منهم هم من تركيا، ولذلك تركيا تدعمهم. يجب أن يتوقف هذا، يجب أن يكون هناك إصلاح تقوده الدولة الفرنسية. وأكرر، فرنسا ليس لها أي مشكلة مع الإسلام. أنا كنت في منصات عديدة ونظرت أئمة مختلفين، هم بطبيعة الحال ينتمون للمجتمع الفرنسي ويستنكرون هذه التصرفات. فرنسا تعارض الإخوان المسلمين بالتحديد، لأنهم يستهدفون المجتمع الفرنسي، ولا يمكننا قبول هذا في فرنسا. طيب سأذهب إليك ضيفي من اسطنبول سيد أغلو. استمعت رد سيد دومينيك، وسأعود إليك تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي أغضبت الجميع واستدعت ردود أفعال يعني مضادة منتقدة من الجميع أيضا، عندما قال ما مشكلة المدعو ماكرون يحتاج لعلاج عقلي. لهذه الدرجة ذهب أردوغان، ولكن المشكلة أنه البعض بمن فيهم مسؤولون فرنسيون اعتبروا أنه هذه التصريحات هي تحريض على التطرف والإرهاب في فرنسا. ما رأيك؟
يعني في البداية، يعني قبل هذه الحادثة التي حصلت في فرنسا في الأيام الأخيرة الماضية، لاحظنا أن هناك تراشق وتبادل اتهامات ما بين الزعيمين الفرنسي والتركي، تابعنا خلال الفترة الأخيرة الماضية وأيضا خلال السنوات الماضية كان هناك توتر في العلاقات ما بين الطرفين، ولكن هذه المرة نلاحظ أن هناك صراع أو تراشق شخصي ما بين ماكرون من جهة وأردوغان من جهة. من دون شك إذا تحدثنا عن كلا الطرفين هناك ملفات صعبة جدا في المنطقة وتنافس كبير ما بين البلدين. هناك أنقرة أحرزت بعض النقاط والنجاحات إن كانت في ليبيا أو حتى في شرق المتوسط إلى حتى هذه اللحظة، في المقابل كان هناك فرنسا هي متأخرة نوعا ما. التصريحات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد ماكرون هي جاءت بعد أن يعني وصف الإسلام وهو بأنه في أزمة، وكما تعلمين يعني هذه هي تمس يعني المسلمين عامة وليس تركيا فقط وكافة المسلمين. لاحظنا أن هناك انتقادات واسعة في عدد كبير من الدول العربية والإسلامية وحتى في الأزهر الشريف كان هناك تصريحات. طيب ولكن لماذا يعني تم التركيز على التصريح وأغفل الموقف الذي خرج فيه هذا التصريح، أن هناك يعني رجل تم قطع رأسه بدوافع معينة يعني الكل يعلمها، أغفلت هذه الحادثة وفقط تم التركيز على استخدام المصطلحات أو الألفاظ أو العبارات التي استخدمها ماكرون؟ سيدتي يعني هو عندما لاحظنا أن ماكرون حتى في التصريحات الأخيرة هو دائما عندما جاء إلى مكان الحادث هو استخدم كلمة الإسلام الإرهاب الإسلامي، وأيضا لاحظنا أن هناك اعتداء على بعض المسلمين والمسلمات في فرنسا لم يتم الإعلام يتطرق إليها إطلاقا. يعني هذا تعطينا دافع بأن هناك رسالة أو سياسة واضحة من قبل فرنسا وخصوصا من قبل الرئيس الفرنسي. ما مصلحة فرنسا ضد الإسلام في ذلك؟ وهذه كما بأن تكون ضد الإسلام، يعني دعنا نتحدث بمنطقية يا سيد سيد أغلو، الكتلة المسلمة في فرنسا هي كبيرة جدا، هم يتقلدون أكبر الوظائف، هم يشاركون في الاقتصاد، هناك استثمارات مسلمة بمليارات في فرنسا، هل من مصلحة فرنسا أن تعادي الإسلام بشكل عام؟ ليس من مصلحة فرنسا، ما أردت الإشارة إليه هو من مصلحة الرئيس الفرنسي. هناك استطلاعات تشير إلى انخفاض شعبيته من 41% إلى 38 إلى حتى هذه اللحظة. هو يعي تماما بأن هناك عداوة أو أن هناك كراهية من قبل الجالية أو الأقلية المسلمة. هو يعي تماما بأن في انتخابات فبراير 2022 سوف يخسر، لذا هو يحاول قدر الإمكان أن يستبق المرشحة اليمينية المتطرفة بأن يستخدم سياسة الشعبوية والوصول إلى وهذه مرحلة السياسة الشعبوية لا يستخدمها أردوغان سيد أغلو. يعني يستخدمها أردوغان طيب ولكن هي من دون شك. طيب يعني لا يعني في الأمور واضحة. طيب سأعود إليك مرة أخرى سيد أغلو لأفسح المجال أمام ضيفي الدكتور مصطفى العمر. دكتور مصطفى، هناك مخاوف في دول أوروبية مجاورة وأنت من ألمانيا طبعا، وهناك ربما مراجعات تتم الآن لأنه يخشى من تكرار المشاهد التي حدثت في فرنسا في الدول الأوروبية، إلى أي مدى هذا بالفعل في محله وما الذي ينبغي فعله الآن، ما الذي ينبغي يفعله الأوروبيون الآن لتدارك الموقف؟ طبعا بما أن ألمانيا الآن هي تترأس مجلس إدارة الاتحاد الأوروبي وأنا عضو في الحزب الحاكم الألماني عند السيدة المستشارة ميركل، هذا الموضوع صراحة هو أيضا حدث عندنا قبل أيام في مدينة دريسدن. قام هناك أحد اللاجئين من الجنسية السورية بطعن سائحين ألمانيين موجودين في مدينة دريسدن، والآن أيضا نناقش هذا الموضوع إلى ترحيل المتطرفين وأصحاب الجنايات إلى بلدانهم حتى وإن كانوا من سوريا، حتى وإن كانت هناك أماكن غير مستقرة أمنية، لكن هنا أمن وسيادة وحماية الشعب والمواطنين هنا هي من الأولويات، ويجب أيضا أن تؤخذ بعين الاعتبار بغض النظر توجد عندنا انتخابات أو غير انتخابات، هناك لدينا أولويات، لكن أيضا هناك على المسلمين أن يعرفون جيدا الاتحاد الأوروبي يسعى دائما إلى دعم المسلمين في كل مكان في دول العالم. قبل أيام أو قبل شهر أعطت أوروبا بالتعاون مع فرنسا وألمانيا 600 مليون يورو إلى تونس لأجل دعمها في أزمة فيروس كورونا.
لا أحد تكلم على هذا الشيء. نحن هنا والتوجد هنا فقط أن أردوغان والسلفيين وأيضا من جماعة حزب الله وأيضا الخونشية يقذفون أوروبا دائما بأنهم ضد الإسلام. بالعكس، نحن ليس ضد الإسلام، أخذنا أكثر من ملايين اللاجئين هنا ونعطي دائما المساعدات، لكن لا أحد يذكر هذا الشيء، فقط يذكرون هنا نحن الآن ضد الإسلام. بالعكس، أنا أيضا مسلم وزملائي أيضا مسلمين وأيضا لدينا أماكن وصوتنا جدا عالي هنا أيضا في الحكومة وفي الحزب الحاكم، لكن هذه كلها يغض النظر عنها. الإرهاب والتطرف جدا هنا في تزايد وفي تصاعد، ونحن نحتاج إلى حس وأيضا صوت معتدل من الجمعيات الإسلامية الموجودة هنا التي تأخذ الأموال والمساعدات وتسكت وتصمت وتتضامن مع قتل الأبرياء، مثل ما شاهدنا مع المدرس الفرنسي وأيضا ما حصل أيضا في يوم أمس في الكنيسة. ماذا عملوا اليوم؟ اليوم كانت هناك صلاة جمعة، ماذا عمل المسلمين اليوم؟ هل عملوا تضامن؟ هل أعطوا تصريح تضامن هنا من المسلمين أو الجامعة الأوروبية الموجودة في أوروبا؟ هل تضامنوا مع الضحايا؟ لماذا كل هذا السكوت؟ لماذا كل هذا الجحود؟ يعني تقول أن هناك مسؤولية على الجاليات المسلمة الموجودة في الدول الأوروبية لكي هي تتبنى خطابا اعتدالية يعني يساعد في التهدئة وتحسين الصورة، بدلا من يعني احتسابهم من ضمن التيار الذي ربما يبرر الإرهاب والقتل. طيب، هناك نقطة واحدة أيضا. الدستور الألماني والدستور الأوروبي يحق له حرية التعبير مثل ما تحق القوانين الإسلامية وغير الإسلامية في الدول العربية بالتصرف مثل ما تشاء. هنا حرية التعبير، ومن لا يقبل بحرية التعبير والديمقراطية هنا عليه أن يذهب ويبحث عن مكان ثاني، لأننا هنا صراحة سئمنا من كثرة التداعيات والاتهامات، لأن هذا تؤثر علينا وعلى مستقبلنا وعلى مستقبل أصدقائنا وزملائنا. سوف لن نجد لدينا هنا أي مكان أيضا في المجتمع لربما إذا تزايدت هذه التصاعدات وهذه الإرهاب وهذا القتل. نريد هنا أن يكون هنا اعتدال، نريد هنا أن يكون سلام، ليس فقط ما يعمله أردوغان، هو ضد السلام مع إسرائيل وضد السلام مع الدول الأوروبية، هو دائما يعمل أنه فقط هو السلطان الإسلامي الوحيد الذي قادر على جمع الأمة الإسلامية والأمة العربية. هذا غلط. طيب، هذا أكبر غلط، وهذا أيضا هذه سموم. سأخذ رد على هذه النقطة من ضيفي من اسطنبول. سيد أغلو، استمعت لما قاله دكتور مصطفى العمار وهو ما يراه البعض في يعني في الأوساط الأوروبية، بأنه الدول الأوروبية لديها دستورها، لديها قوانينها، لديها ثقافتها وتاريخها، وبالتالي لابد أن يؤخذ هذا كمنظور في الاعتبار. ما رأيك؟ يعني نعم، من دون شك، يعني فيما يتعلق بهذا الموضوع، احنا في السنوات الاخيره الماضيه لم نشهد مثل هذه السياسه المتطرفه ضد الجاليات المسلمه، واعتقد انا من وجهه نظري يعني اي سياسه خاطئه هو سوف يكون الخاسر الاكبر هي الجاليه المسلمه في اوروبا. ولكن اذا سالتيني عن تركيا وموقفها من الارهاب، كما تفضل ضيفك من برلين وقال لماذا هذا الصمت، تركيا هي احدى الدول التي يعني تعاني من موجه الارهاب على منذ سنوات طويلة، وأيضا في انفجار أو تفجير باريس قبل سنوات، تركيا هي التي دانت ووقفت وكانت في الصفوف الأولى مع فرنسا. لذا أعتقد يعني أن حاليا ما يحدث الآن هو خارج هذا الإطار. أنا من وجهة نظري هناك سياسة شخصية تجري ما بين الرجلين، ما بين أردوغان يعني وماكرون، وهذه السياسة هي يتهجى ماكرون بشكل فظيع. ولعل التضامن التركي يعني بالكلام أو بالحديث هو لا يعبر عن حقيقة المواقف، لأنه كل الأدلة والتقارير الدولية تشير إلى أنه تركيا أو النظام التركي يحتضن الإرهاب، يفرخ الإرهاب، يمول الإرهاب، سواء كان في تركيا أو حتى خارج تركيا. يعني هذه تقارير مثبتة بكل الطرق يعني والألوان. سأعود إليك مرة أخرى، ولكن سؤالي الآن للسيد دومينيك، أعتذر، فقط سأعود لك للرد على هذه النقطة. سيد دومينيك، لماذا استفاقت فرنسا الآن على أن هناك منظمات وجمعيات أنشأت بدافع تعليم اللغة العربية، نشر تعليم الدين الإسلامي وما شابه، ولكنها في باطن الأمر هي تقوم بتجنيد المتطرفين، بنشر قيم التطرف والإرهاب، والأسوأ أنها تتم داخل المساجد؟ هل منطقي أنه لم تكن فرنسا تعلم إلا اليوم كل ذلك؟
أنت محق، فرنسا تأخرت. الرئيس ماكرون منذ انتخابه يشتغل على هذه القضايا والملفات، لكن على الصعيد العام منذ 30 عاما وفرنسا صامتة عن هذه الظواهر. الآن فرنسا تقول لا يمكن لهذه الأمور أن تدوم لأن أعمال القتل تتزايد وهي تثير استفزاز الشعب الفرنسي. نحن صمتنا لوقت طويل والآن يجب الرد، ويجب الرد بشكل صارم وبشكل حازم أيضا من أجل العودة إلى دولة الحق والقانون في فرنسا، يعني أن تكون هناك حرية للعبادة، حرية للتعبير، ولكن قبول القوانين الجمهورية الفرنسية. أنت محقة، كل هذه الأمور تدل على أننا تأخرنا. طيب سيد أغلو، ضيفي من اسطنبول، يعني بالإضافة إلى ما أردت ذكره، دعني أقولها لك هكذا، ألم يدرك أو ألا يدرك اللسان التركي الذي يتحدث ويؤجج مشاعر الكراهية الآن في توقيت حرج تختلط فيه الأمور، يستغل فيه المشاعر الدينية وقود لتصفية حسابات سياسية أو كسب نقاط على حساب الغريم يعني الطرف الفرنسي، ألا ترى في ذلك انعدام للمسؤولية إن لم يكن يعني يمكن أن يوصف بأوصاف أخرى؟ يعني أنا بتصوري، أنا أختلف معك تماما بتصور التصريحات التركية الصادرة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هي تأتي متناغمة مع الشارع التركي والقاعدة الشعبية التركية. يعني إذا وصفت بأن الرئيس أردوغان هو يشجع التطرف والإرهاب، فنقول أن الشعب التركي أيضا هو يشجع الإرهاب حاليا هنا، لكن الزعماء يضبطون بوصلة الاتجاهات. يعني من الممكن أن ينجرف الأشخاص العاديون، لكن لا. يبقى السياسي هو المسؤول عن توجيه الأمور إلى نصابها الصحيح. لا، حاليا في تركيا حتى الشخصيات وحتى الأحزاب التي هي ضد الرئيس أردوغان هي متناغمة مع التصريحات ومع الخطوات التي أقدم عليها، حتى مقاطعة المنتجات الفرنسية، خاصة أنها وصلت إلى الإساءة إلى الدين الإسلامي وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بموضوع الكاريكاتور الأخير. لذا أعتقد أن أردوغان وتصريحاته لا يستطيع أن يقف صامتا، خاصة أنه هناك حالة من الغليان. يعني إذا تابعت هنا الشارع التركي حالة من الغليان. طب هذا الغليان هل يواجه بتأجيجه بدفعه لإحراق الجميع أم بتهدئته بمسؤولية؟ يعني هذه هي المشكلة، طريقة المعالجة. لا، يعني هناك أنا كما ذكرت لك قبل قليل، يعني بأن هناك بالإضافة إلى هذه التصريحات وبالإضافة إلى هذه المشكلة، هناك تراكم من المشاكل ما بين البلدين خلال الفترة الأخيرة الماضية. نحن شهدنا خلال السنوات الأخيرة الماضية صراع أو أزمة. طيب يعني أو هو اعترف إذن سيد أغلو، اعذرني، لكن هو اعترف إذن بتصفية حسابات. يعني قلت إنه هذا تراكم، وبالتالي هو استفاد من هذا الموقف لكي يتم تصفية حسابات تاريخية أو قديمة أو متراكمة مع الطرف الفرنسي. كان السيد دومينيك يهز رأسه، أعتقد أنه لديه رأي فيما تقوله سيد أغلو، لو تريد أن تعقب على ما قيل، خصوصا أنه سيد أغلو أشار إلى مسألة دعوة أردوغان إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية أيضا. التي أود الإشارة إليها، الرئيس أردوغان هو لم يعلق فقط عن الرسوم الكاريكاتورية. يجب أن يعلم أن الذين يعيشون في فرنسا لهم حرية التعبير، والرئيس الفرنسي لا يمكنه إلا أن يدعم حرية التعبير. وأنا لست رئيس تحرير شارلي إبدو، ولذلك لا أتحدث باسمها هذه الجريدة أو المنابر الإعلامية، ولكن أود أن أقول إن هناك العديد من الشركات الفرنسية التي تشغل الكثير من الأتراك، ولذلك الدعوة إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية ستضر بالشعب التركي، وهذه من المفارقات. هناك من دعم فرنسا بسبب الأزمة
الأزمة التي تعيشها واستهداف مواطنيها، وأود أن أقول إن هناك العديد من الدول مثل بنغلاديش وماليزيا، هناك شبكات اجتماعية تدعو إلى الاحتجاج ضد فرنسا وممارسة العنف ضدها بشكل أقل. لذلك بشكل عام تركيا فقط هي التي تقوم من خلال رئيسها الرسمي باستهداف هؤلاء الذين يمارس ضدهم الإرهاب الإسلامي في فرنسا. أردوغان ليس عدو إيمانويل ماكرون، ولذلك هو يجب أن يحسن تصريحاته. طيب، ولكن سيد دومينيك، هناك نقطة أيضا، لأنه يعني حتى نعرض الآراء جميعا، ألا ينبغي لفرنسا أن تراجع مواقفها المتعلقة بحماية المقدسات الدينية، استنادا إلى ما ذكره وزير الخارجية الفرنسي جويف لودريون عندما قال أنه لا نقبل أصلا بازدراء الأديان؟ أود أن أكون واضحا هنا، أنا مسيحي. شارلي إبدو قامت بكاريكاتورات ضد المسيح عيسى، أنا لا أقبل ذلك، لكن أؤمن بأن هذا حق للتعبير وهذا حق لا يمكن أن يتغير في فرنسا. الحق في الانتقاد حتى للأنبياء هو حق راسخ في فرنسا ولا يمكن أن نغيره بصرف النظر عن معتقدات الناس. أنا لست متفقا مع تلك الرسوم الكاريكاتورية ويمكن أن ننتقدها، لكن ليس للحق في أن أمارس العنف ضد رسيميها ولا يمكن أن أبرر القتل أو العنف. طيب، أعود إليك مرة أخرى سيد طه عودة أغلو ضيفي من اسطنبول. استمعت إلى ما قاله السيد دومينيك، يعني ألم تقم تركيا من خلال، ليس فقط من خلال رئيسها ولكن من خلال أذرعها، سواء كانت إلكترونية أو كانت جماعات تتبعها ويعني يتم تمويلها من تركيا، ألم تقم بمحاولة التأثير على الرأي العام المسلم سواء كان في تركيا في فرنسا عفوا أو خارجها لشن هجوم أكبر وإضافة أبعاد أكثر خطورة لهذا الموقف؟ يعني ما مدى خطورة ما يحدث الآن؟ يعني إذا تحدثت عن الجالية المسلمة أو التركية الموجودة في فرنسا، يجب أن نتحدث الموجودة في ألمانيا. هناك تقريبا 3.5 أو 4 ملايين جالية، ولم نلاحظ خلال الفترة الأخيرة أي اعتداءات أو أي هجمات إرهابية. بالعكس، هناك يعني حياة عادية يعيشونها في ألمانيا، ولكن في فرنسا لاحظنا أن هناك بعض الصعوبات وبعض العوائق التي تواجهها الجالية، ليس التركية فقط لكن المسلمة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة الماضية، من قبل الفرنسيين بشكل عام ومن قبل وأيضا سياسة الرئيس الفرنسي ماكرون. يعني هذه الجمعيات هي والجوامع والموجودة داخل فرنسا ليست وليدة اليوم كما تعلمين، هي منذ سنوات طويلة. ولا لماذا نسمع في هذه الأيام هذه اللغة؟ لأن هناك سياسة مختلفة من قبل الدولة الفرنسية وأيضا من حكومة الرئيس ماكرون اتجاه هذه الجمعيات، وخاصة بسبب العداء الفرنسي وبين قوسين الرئيس ماكرون ضد سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. طيب، سأتحول إلى ضيفي من برلين دكتور مصطفى. متى يمكن أن نشهد تحركا جماعيا منظما ومنسقا أوروبيا لمواجهة دعنا نقول التيار المتشدد الذي بالفعل أصبح جزء أو يعني ضرب جذوره في الأرض الأوروبية من خلال مؤسسات وجمعيات أصبحت موجودة، ما تقوم فرنسا الآن باستهدافه وهي تسميه الشبكات الإسلامية؟ هو بالفعل هناك شبكات أصبحت ومرتبطة بعضها البعض في دول أوروبية مختلفة، أوروبا تعلم كل ذلك لكنها لم تتحرك، ألم يحن الوقت بعد؟ طبعا لنقول ماذا تغير من عام 2015 في الهجوم على باريس، ثم في برلين أنيس عمري، ثم في نيس 2016، وكل هذه الأجمات، كل هذه الأجمات الإرهابية وقتل الأبرياء، ماذا تغير إلى اليوم؟ أين هي القوة الأوروبية في مواجهة أو مكافحة هذا الإرهاب المتطرف؟ أين هو التعامل الدولي؟ ما الذي يمنع؟ طيب، ما هو هذا هو السؤال دكتور مصطفى. اسمح لي، أنا الآن أعمل على ملاحقة بعض المطلوبين
في البلدان العربية وملاحقين من طريق من قبل الانتربول، لكن دول مثل فرنسا وألمانيا وغيرها لا تسلم هؤلاء المطلوبين. نحن الآن نريد أن يكون هناك تعاون دولي، علينا أن نتعلم من الماضي، علينا أن نحترم ونقدر أرواح الأبرياء، وعلينا أن نضع الآن سياسة جديدة وخطة جديدة، ليس فقط على في الحياة العامة وإنما أيضا على السوشيال ميديا. من يتضامن مع هذه الهجمات الإرهابية؟ من يحرك هذه الأمور؟ البرلمان لدينا قبل أسبوعين وافق وأعطى الصلاحية للاستخبارات الداخلية والخارجية بالدخول على الشبكات المغلقة، وهذا إنجاز جيد، لكن نحن الآن نريد أيضا التعاون مع حلفائنا وشركائنا إلى مد جسور التعاون لأجل وضع خطة أمنية قوية وشديدة. التطرف مأخذ هنا جدا مرحلة جدا قوية، ولا أعتقد أنه من السهولة الآن مكافحة بهذه السهولة. هناك ذئاب منفردة، هناك مثل ما يقولون خلايا نائمة، هناك العديد من المسميات، لكن يبقى السؤال هو هل الأحزاب اليسارية والأحزاب الخضر والاشتراكية سوف تدعم هذا الشيء؟ نريد هنا ترحيل الموجودين هنا الذين لديهم جرائم إرهابية وجرائم أخرى، لكن الأحزاب الاشتراكية واليسارية لا تريد هذا الشيء. علينا أن نصحى ونستيقظ من غيبوبتنا. ينبغي يعني أن يكون هناك معالجات سياسية أوسع، تقول هذا ما تقوله؟ ليس فقط سياسية وإنما أيضا من المجتمع المدني. أين هو دور الجمعيات الإسلامية والجمعيات المدنية؟ فقط هي تأخذ الفلوس ولكنها في الدهاليز داخل في غرف مظلمة تعلم الأطفال القتل والحقد وأيضا إشعال النار في المجتمع. هذا لا نريده، يجب أن تكون هناك سياسة صارمة، وهذا ما سوف يحصل في 2021. لكن الآن نحن نعيش في جائحة كورونا. أين هو التضامن العالمي؟ أين هو التضامن العالمي؟ نحن هنا في أوروبا ليس فقط عبارة عن صراف آلي نعطي الفلوس إلى الدول الإسلامية والعربية ولا نأخذ من عندهم حتى التضامن في المحل. أين هو التضامن؟ سأعود إلى تعقيب من سيد دومينيك ضيفي من فرنسا. سيد دومينيك، يعني هناك الكثير من الأسئلة، ولكن ربما أهمها كيف يعني تستعد فرنسا، أو ما هي الخطة لمواجهة اليمين المتطرف الذي من الممكن أن يعود بقوة الآن في فرنسا؟ هناك الكثير من المسلمين في فرنسا يتخوفون من ما سيحدث لاحقا، مصيرهم في وحياتهم وأمنهم على الأراضي الفرنسية. أنت محقة تماما. مرة أخرى أعتقد أن الإسلام الراديكالي المتطرف والحركات الراديكالية وخصوصا حركة الإخوان المسلمين يريدون أن يستثيروا هذه المشاكل في فرنسا، ولذلك هناك استفزاز للمسلمين ولغير المسلمين. ما نحتاجه هو توحيد هذه الجاليات والمجتمعات، ونقول إن المجتمع الفرنسي برمته يجب أن يقبل بالقانون وأن المواطنة هي حق متساو ومتكافئ، ويجب أن نكافح هذا الإسلام السياسي الراديكالي وأن نقطع التمويل عن هذه الجمعيات المتطرفة أو التي تغذي وتؤجج التطرف. المجتمع الفرنسي سيرى في الانتخابات المقبلة ما الذي سيحدث. نعرف أن هذه الأحداث التي تقع قد تؤدي إلى زيادة أسهم السيدة مارين لوبين، ويجب أن نجد الطريقة لمكافحة هذا المد لليمين المتطرف حتى يكون لنا مشروع مشترك. علي أن أذكر أنه في 2005 كان هناك مناهضة للكنيسة الكاثوليكية، وفي ذلك الوقت كان هناك نقاش فرنسي، وفي النهاية تم احترام القانون الفرنسي بصرف النظر عما يقوله الإنجيل، وأن العلمانية هي القيمة الأساسية، ما لله لله وما للشعب للشعب، ولذلك علينا أن نعود للقوانين الفرنسية. شكرا جزيلا لكم جميعا ضيوف الكرام في هذا الحوار، من باريس الباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية سيد دومينيك ترانكان، ومن اسطنبول الكاتب والباحث السياسي سيد طه عودة أغلو، وأشكر ضيفي من برلين الخبير في التحقيقات الجنائية ومكافحة الإرهاب الدكتور مصطفى العمار. شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام.